لو عايزة تعملي سجق واكتشفتي ان انتي ما عندكيش بهارات السجق في البيت، تعملي ايه؟ طبعا بهارات السجق بتيجي من عند العطار جاهزة، بس احنا النهاردة هنعملها مع بعض. هنجيب مطحنة الخلاط وهنحط فيها نص معلقة صغيرة من الهيل او من الحبهان المطحون، ونص معلقة صغيرة من القرفة المطحونة، ونص معلقة صغيرة من القرنفل المطحون، ومعلقة صغيرة من الكمون المطحون، ومعلقة صغيرة من البابريكا، ومعلقتين صغيرين من الكزبرة الناشفة. وهنطحن المكونات دي في مطحنة الخلاط عشان يتخلطوا مع بعض كويس جدا وينعموا كمان اكتر. وبس كده، دي خلطة توابل بهارات السجق. الكمية دي تكفي لكيلو من اللحمة المفرومة.